وعن استمرار تداعيات القصف الصاروخي الإيراني لأربيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث والسياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أهلا بك دكتور حامد. يعني قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد أن إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي. السؤال هنا يعني لماذا؟ طبعا هذه الصواريخ يمكن أن تصل إلى وسط إسرائيل بحسب المسؤول الأمريكي، ولكن السؤال لماذا يقبل أن يكون العراق ساحة لتجربة إيران أسلحتها رغم وجود اتفاقيات أمنية مع العراق أو مع عراق ما بعد الاحتلال في 2008؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم ومشاهدين الكرام. الحقيقة هي واحدة من أهداف الاحتلال أو الغزو الأمريكي للعراق بتوافق إيراني وبدخول عدد من الدول الإقليمية، منها دول عربية ومنها تركيا ومنها إسرائيل، على خط الوضع الآن هو أنه تقسيم العراق، يعني تشظي الحاصل في البلد الآن. الحقيقة تتحمل المسؤولية كل ما حدث الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي احتلت العراق من برج جورج بوش الابن وإلى بايدن الآن بتوافق إيراني. أما قضية تحويلها ساحة صراع أو ساحة تصفية حسابات، فالعراق هو منذ عشرات السنين تحول إلى هذه الساحة حقيقة. منذ الحرب العراقية الإيرانية أقحم العراق بحرب، ثم احتلال الكويت، يعني دخول القوات العراقية للكويت، ثم الحصار وغيرها. فالعراق فقد سيادته وفقد الحقيقة كل مستلزمات وجود دولة مركزية قوية تحفظ حدوده وتحفظ استقلاله الوطني. هذا هو اللي أرادوه الأمريكان ومن وراءهم إيران وإسرائيل، وهذا هو اللي يجري الآن فعلا، هو ساحة تصفية حسابات وصراعات إقليمية ودولية. لذلك أمريكا مسألة الاتفاقية اللي أبرمت في 2008 هي يعني بها جوانب الحقيقة معظمها انتقائية بالنسبة للجانب الأمريكي، يعني طيب. ما يخص قواعد. نعم سيد حامد، ما يخص الصواريخ، هل ترى جدية فعلا من قبل الأمريكا في تخوفها من هذه الصواريخ أم أنها لا تعدو كونها لربما تصريحات؟ لا، هي المخاوف جائز موجودة إلى حد ما، لكن هل هو السؤال اللي يطرح نفسه، هل أمريكا بمقدورها أن تردع إيران بكل ما تقوم به في المنطقة، يعني في العراق وفي سوريا وفي لبنان واليمن؟ بالتأكيد كانت الأمور أسهل أيسر بالنسبة للجانب الأمريكي، وخصوصا إذا كان هناك يعني على الأقل اتفاق أو توافق عربي بمنع إيران. يعني هناك مئات المليارات صرفت على التسليح في العربية السعودية وفي الإمارات وفي دول عديدة، لكنه للأسف الشديد يعني دمرت سوريا ودمر العراق واليمن وهذا الوضع، وكلها هي بتطاول وبتمدد إيراني نتيجة يعني سياسة التوسع نتيجة تصدير الثورة. ولكن الآن نعم أمريكا الآن أليست قادرة على ردع إيران ويعني كبح جماحها في هذه الاعتداءات؟ السؤال هنا لماذا لا تقف أمريكا موقفا حاسما من هذه الاعتداءات الإيرانية؟ الآن الوضع أصبح أصعب بالنسبة للأمريكان، خصوصا يعني مع أزمة أوكرانيا يعني دخول القوات بقوة، القوات الروسية، ومن ثم هناك تحالف شئنا أم أبينا، يعني هناك توافق بين روسيا وإيران حتى على الساحة السورية. فبالتأكيد يعني القيادة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني انتهز هذه الفرصة في قضية القصف لإرسال عدد من الرسائل. يعني أولا الموقف الأمريكي ضعيف إلى حد بعيد، حلف الناتو كاد أن يتفكك يعني يتشظى في عهد ترامب، لولا أنه الآن السياسة في قضية أن يعني تعود يعني قوة الحلف حلف الناتو نتيجة قوة روسيا العسكرية وأيضا ولكن سوريا. نعم سيد نعم. حامد، يعني الآن لربما هناك من يرى أن حلف الناتو بالفعل الآن توحد
واجتمعت صفوفها، وأيضا بالنسبة لإيران بات موقفها أضعف خاصة في الملف النووي وتجميد المفاوضات. التحدي موجود، ما زالت إيران الحقيقة عبر ميليشياتها، لأنه بصراحة خلينا نكون يعني نتحدث الآن، الصراع الدائر في العراق على الساحة العراقية بين أمريكا وإسرائيل وعملائهما من جهة، وبين إيران وعملائها من جهة أخرى من الأحزاب والميليشيات الولائية. لذلك الساحة العراقية معقدة جدا أكثر مما نتصور الآن. عملية الصراع ليس عملية صراع سياسي، يعني هناك طبقة سياسية وطغمة سياسية فاسدة جاءت بال 2003 جمعتها إيران، جمعتها يعني تقسيم الثروات، وكان ايضا قاسم سليماني يعني ضابط الايقاع بالنسبه للشيعه او لمؤسسي الشيعه، لكن الان تشظت هذه الطغمه الفاسده بين اتباع يعني امريكا واسرائيل واتباع ايران، الوسط والجنوب، الوسط والجنوب من مناطق نفوذ ايران، لكن الشمال والمنطقه الغربيه هي من مناطق نفوذ امريكا. هذه هي هذا التوزيع للاسف الشديد اللي حدث في تشظي الساحه العراقيه. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف.